السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا في احسن حال، في صحه جيده، وانتم كتشاهدوا معنا الفيديو ديال اليوم. كنقول لكم عواشر مبروكه، بما اننا في شهر شعبان مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله. الله يوصلنا ليه بالصحه والسلامه والهنا، وباش مما كتمنوا في حياتكم ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا اللي غنشارك معكم أسدالة أو عباية لصلاة رمضان، بما أننا مقبلين على رمضان إن شاء الله، فقررت نشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي غنشارك معكم فيه جليل بادية الصلاة بالشال ديالها بالتوب ديال الملحف كيف ما كتشاهدوا معايا. هنا عندنا التوب هذا اللي هو أصلا كتكون فيه 4 متر و30. هنا غناخد منه جليبة والشال ديالها. اول حاجة كنديروها البنات، بالنسبة للبنات اللي كيخدموا بهذا التوب هذا الملحف او لا يخدموا به اول مرة، من الاحسن تفزقوه في الماء وتنشروه، وعاد يمكن لكم تخدموا به باش ما يشربش من بعد وتصغر معكم الجلابة. ومن الاحسن دائما ما تخدموا بهذا التوب هذا، دائما ديروا العبار يكون وافي شويه. كيف ما شفتوا معايا، اول حاجه درتها هنايا اللي طويت التوب على 2 عواد، طويته على 4، وبديت كنفصل من الجهه المسدوده ديال التوب. اول حاجه كنبداو بها هي الكتف، ثم من بعد كناخذوا دوره العنق، من بعد كنحددوا من الكتف الى الصدر، وكناخذوا ربع الصدر. كيف ما شفتوا معايا هنا، ربع الصدر غندير فيه 30، وكنزل من الصدر للحزام 15 سنتيم، وكناخذوا ربع الحزام، ثم كناخذوا من الحزام الى الهونش 20 سنتيم، وكناخذوا ربع الحزام. من بعد كنحددوا الطول كامل ديال الجليبه وكنسطروها كيف ما شفتوا معايا الطريقه في الفيديو. كنتمنى تكملوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنتمنى ينال اعجابكم ويكون الوقت مناسب لهذا الفيديو هذا. وما تنساونيش البنات باللايك والاشتراك الى عجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع الصحاب والحباب، وما خاسرين والو. وصلتي حتى لهنا، ما عليك، اول حاجه ديريها هي انك ديري تنزلي دابا ديري اللايك، وتخلي لي شي تعليق زوين، وتكملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه ديال الجليبه كي جات. هنا اول حاجه حددت الافاز ما بين الصدر والحزام، ثم غنحدد الدوره ديال تحت ديال الجلابه، من بعد غناخذ فيها واحد، ندير فيها تقريبا 44 اللي درت فيها هنا، حيت الجليبه كتجي دايره على شكل عبايه، ما كتجيش مفتوحه من الجناب، فلهذا عرضت فيها. ونقدروا نديرو حتى 45 على حسب السيده. ومن تحت كذلك عنقادت داك الدوره ديال الجليبه من تحت، وغندوز معكم باش نقطع هاد الجليبه. هادي اللي غنديرها سامبل وعاديه، ما غتكون ما ندخل فيها حتى شي دانطيل ولا سفيفه، غتكون سامبل وكتجي زوينه في اللبسه، وكتجي خفيفه ومريحه حتى الصلاه. غندير فيها جويبات والكمام سامبل، وكل حتى هو غيكون دائري سامبل. هنايا كنحدد التركيز. المهم البنات اللي بغيتوا الشرح يكون واضح وبالتفاصيل، غنطبقوا معكم على الورق، يمكن لكم ترجعوا، نخلي لكم الفيديوهات في صندوق الوصف، يمكن لكم تنزلوا تدخلوا صندوق الوصف وتشوفوا الفيديوهات، طريقه اخذ المقاسات الطريقه الصحيحه وتطبيقها على التوب. الا تفرجتوا في هذه الفيديوهات، ما كنبغيش دائما نعاود معكم الطريقه ديال الفصاله والتطبيق دائما في كل فيديو، حيت حاطاهم في اول فيديوهات اللي منزله على القناه ديالي. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوا صندوق الوصف، يمكن لكم تكليكيو غير على البروفيل ديال القناه وتمشيو لبلاصه الفيديوهات وترجعوا للفيديوهات الاول اللي منزله في القناه،
راه فيهم الشرح واضح كيفاش تاخذوا القياسات على السيده وكيفاش تطبقوهم على الثوب. من بعد غتبقاو غير تشوفوا الفيديوهات بحال هذه الطريقه هذه، يعني غتفهموني تفهموني على ايش كنهضر ملي غنقول لكم من الصدر الى الحزام، من الحزام الى الهونش. داك القاعده كنكونوا حافظينها كنخدموا بها ديما، يعني غير تشوفوا الفيديو او لا تشوفوا الموضوع يعني غتفهموا غتعرفوني علاش كنهضر. لا بالنسبه ليا انا ولا بالنسبه لبزاف المعلمات، حيت ماشي كل فيديو غنعاودوا فيه الطريقه الاخذ المقاسات والطريقه التطبيقيه، يعني مجرد ما غتشوفي الخدمه بهذه الطريقه هذه غتفهمي بالزربه وغتمشي تفصلي الجلابه ديالك. ما نحتاجش ندير لكم طباشير واضح اولا باش نعاود معكم من جديد. بهذه الطريقه هذه غتجيكم في الصاله سهله. المهم غنخلي لكم الفيديوهات في صندوق الوصف. وبالنسبه للبنات كنعاود ناكد عليكم، بالنسبه اللي ما عارفين صندوق الوصف ممكن لكم تكليكيو غير على البروفيل ديال القناه ديالي وتدخلوا لبلاصه الفيديوهات، ترجعوا الفيديوهات الاوائل هما راه فيهم كل شيء. يعني غتلقاو اول فيديو اللي فيه طريقه اخذ المقاسات الصحيحه، ثاني فيديو فيه طريقه التفصيل، وثالث فيديو اللي الطريقه ديال تطبيق القياسات على الورق ثم على الثوب. فهذوك الفيديوهات الاولين راه فيهم الشرح واضح اللي تقدروا منهم وتبداو تفصلوا وتخيطوا بلا ما تحتاجوا. المهم البنات هاد الطرف هذا اللي شاط ليا هو اللي غنحيد منه الشال وغنحيد منه الاكمام وغنرجع معاكم والجياب. المهم غنفصل معاكم الجلابه بكل وضوح. كيف ما شفتوا هنايا خرجت ليا 2 متر في الشال، غنقص منه غنخلي فيه غير متر ونص، يعني 150 سنتيم اللي غنخلي له في الطول على 70 سنتيم في العرض باش كيجي وافي وكيجي هابط حتى على الظهر شويه وكيجي داير. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يلويو الشال عليهم ويدوروه بهذه الطريقه هذه راه كيجي داير وكيجي زوين. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم ويكون الشرح ديالي واضح ومفهوم، ويمكن لكم تطبقوا بهذا الفيديو بهذه الطريقه هذه غادي تحصلوا على جليبه ديال الصلاه اللي كتجي زوينه ومريحه، خصوصا بهذه التويبات هادو اللي كيكونوا صيفيين كيجيو مريحين حتى في الصاله ما كتصليو وانت مرتاحه. اهم حاجه كنوصيكم عليها البنات خيطوا هاد التواب هادو خيطوهم بالوفا من الاحسن يكونوا وافيين باش تكونوا مرتاحين في الصلاة ديالكم. وكيف ما شفتوا معايا هذا هو الموديل، هذه هي اخر نتيجة كيف ما شفتوا هنايا وافية. هنا جليبة ديال مولاتها قيستها لكم غير باش تشوفوا، راه انايا القياس كبير عليا بزاف، ولكن كيف ما قلت لكم بالنسبه لتصلي بها في البيت ديالك من الاحسن تكون وافيه بهذه الطريقه هذه باش تكوني على الراحه ديالك. المهم انا راجعتني وافيه بزاف، ولكن بالنسبه للصلاه بحال بهذه الطريقه هذه راه مزيانه تلبسيها في البيت ديالك وتصلي بها مزيانه ومريحه. كما قلت لكم الشال كيجي هابط على الظهر كيف ما شفتوا. وبالنسبه للسيده ما بغاتهاش وافيه مولاتها، يعني راه غتجيها هي نيشان. بالنسبه لفيها الجياب، السيده طلبات الجياب او كنتمنى يكون الفيديو ديالي واضح والشرح ديالي مفهوم. وما وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساونيش البنات باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، والبارطاج بارطاجيو البنات بارطاجيو مع الاهل والاصحاب ما خاسرين والو، بارطاجيو الفيديو تحطوه في ستوري الواتساب في الفيسبوك ما خاسرين والو، الا ما بغيتوش راكم ما خاسرين حتى شي حاجه وما غطيع عليكمش كاع الوقت. الا بغيتوا هاد القناه هذه تزيد تكبر وتزيد تعطيكم اكثر فاكثر
عاونوني بالبارتاج، بارتاجيو الفيديو باش يوصل لعدد كبير من الناس. وكيف ما كنقول لكم دائما، الى بغيتو تفهموا شي حاجه او الى ما فهمتوش شي حاجه، يمكن لكم تخليوها ليا في التعاليق، كتبوا سؤال وكتبوا حداه شنو ما بغيتوا وكنجاوب كل واحد. وكنقول لكم مع السلامه الى الفيديو الجاي.